السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله نديروا طريقة نشوفوا كيف نعملوا حفظ المشروع ما في برنامج الأرشيكاد. بصح المشروع هذا يكون بسلم معين. نبدأ على بركة الله، عندنا مثال نطبقه عليه. نفرض هذه البناية تاعنا، البناية تاعنا هذه باغي نديروا لها أوريجستري أفيك إيشال، يسمى نديروا لها عملية حفظ باب بسلم معين. طريقة سهلة، نجيو لهنا ندير نكريو سوز انسومبل، نسميوها مثال، نسميوها مثال، نعطيوها أ تروا صفر 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 صفر، ميهمش. نديرو كريي دوكا، هذه نعطيوها ميزون باج. نجيو لهنا نوفال ميزون باج، نكليكيو هنا نخيو لا ميزون باج تاعنا. مثال نفرضوها اتروا بيزاج، نديرو كريي كريي. نجيو دوكا باغيين حنا نكريو ميزون باج واحد تيب. نجيو لهنا نكري نوضع الايقونة، الايقونة هذه نديرو اوكي لهنا، نخيرو تاعنا حنا، نخيرو مثال لهنا اتروا، الفورما تاع الورقة تاعنا اتروا، حنا خيرناها بيزاج، نديرو كريي اوكي. دوكا خيرناها باش نحطوها في ال في اللي كريينا من قبل. في هذه نجيو لهنا نجليسيوها، نحطوها لهنا اوكي صاي كي سما راهي خيرناها. كون نجيو لهنا نشوفوها باللي كي درناها اوكي. نجيو لهنا دركا باغيين حنا الرسم تاعنا نحطوه في هذا الصفحه هذه، ففي الورقه هذه اطروا. نجيو لهنا حنا درناه في الريجونسي يعني الطابق الارضي، نهزوه نديرو له هنا جليسي، نشوفوا باللي الرسمه مليحه يعني مقبوله، جات في لا ميزون باج تاعها جات مقبوله. نجيو لهنا نحطوهم هك، نعدو الحدود هذه لازم تكون قريبه شي من الرسمه. نزيدو هنا كيف كيف، نزيدو هنا، نزيدو هنا كما تلاحظوا لهنا عندنا العنوان تاع الرسمه تاعنا ريجوسي يعني الطبق الارضي. نبغاو نحطوه في النص ولا نبغاو نحيوه؟ باش نحطوه في النص نجيو لهنا، كاين هنا لهنا هاي عندنا بوزيسيون، عندنا كوتي، نجيو ل نورمال نلقاو في لالينيوم اغوش، نحطوه في السونتر، السونتر مثال نجي نلقاو اوكي حطينا في السونتر. نبغاو نكبرو شوف في الكتابة نتاعو، نجيو لهنا، لهنا هي 3.5، نديرو على 7 يعني الضعف نتاعو، نديرو اوكي. دركا حنا باغيين هذا الرسم هذي نديروها اليشا دو بابي، واش لازمنا؟ نجيو لهنا الطريقة سهلة، نجيو لهنا بروبريتي. دركا الرسم تاعنا راهو في بمقياس 1/50 يعني ليشال 1/50، حنا باغيين نديروها اسمو اليشا دو بابي. نجيو لهنا نديرو اجيستي اميزون باج، عفوا نديرو اوكي اوكي، يعني لقاوه. بصح لهنا نشوفو ف بلي العنوان تاع الرسمة نتاعنا خرج على الصفحة، يعني طريقة سهلة نحيوه، نقدر نحيوه خلاص. نجيو هنا تيتر، هنا نديرو باد تيتر اوكي اوكي، يعني هكا طريقة سهلة خلاص. نتمنى تكون الطريقة سهلة وعجبتكم ان شاء الله، وتكون الشرح خفيف وظريف. في لقاء اخر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.